السلام عليكم كاتب الشيخ فان شتون جايكم الحب اليوم ميمز جديد شو نقطع اليوم ميمز هاي هاي بندخل سيرفر فوز و... وبناخذ منه ميمز و... الله أكبر عليك نتفرج عليها ايه الحلاوه دي لك اشتراك وسوي شجاع في الغصه طبعا اللي كان تابعني اسنا بعد وصلنا النبي سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم و ليتس جو نبدا المقطع هلا اول مقطع افضل واحد كثير تجيني اسئله افكارك رهيبه كيف تكتبها اول شيء استغفر الله العظيم يا اخي مبدع مره اخوياك يسولفون عن المسلسلات والافلام من جو كذي يا اخي للي بطل ورب الكعبه للي مره بطل لا تظهر والله اساك ما تحي اوهل عن والديه هذا كله في سبيل المرجله الله يلعن المرجله تعرفونها استغفر الله العظيم اعطوني صوت بعد الروح يا صوت سي اس ام ام هلا خلاص خلاص لا لا خلاص خلاص هو يعني ما ابدا ابدا ما خنق عليها بس شو اسمه ما ادري شو اسمه انت عند الحلاق بعد ما تتروش انا حرفيا راسي يطلع تقل مسقاه شك امام شاح مشي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اخوان السلام عليكم حكوا شو اخباركم كيف طيبين معكم عبد الله واليوم استغفر الله حرام انت نمر يا هذا حلقنا يا يقهر مره والله العظيم يقهر مره عبد الرحمن راشد ونعم ونعم الربع عندنا سؤال لو يخيرونك تتزوج لكن مو من ديرتك اي دوله راح تختار وليش بكل صراحه نبلش معك اسبانيه حافظ يعني مخطط ومرسم ليش احب ميسي شكو ميسي استخد تتزوج بنت انت بعدين ميسي ارجنتيني ما هو اسباني مع السلامه حبيبي الله يستر عليك انتبه لك ها انتبه لك ايش امه طاح الضحك ورب الكعبة استاذ عدى شوف هذا الطفل عنده عجز كلوي وما عندهم فلوس علاج يشترون لو عندي كلها الطيب اعطيك انا الاخير لو عندي كليك لا طيب ايش ما عندي قررت اقرا على اليوتيوب متى اسم استفهام متى هذا اسم استفهام ده وجيع بس مش كنت ايش قاعد يقول مع احد دام العافيه والله ابو راقد على قهوه هذه والله الشامبار يا بعد عمري انت طب ما بشرب فنجانك لما تلبي طلبي يلا يلا ما هناك ورا يا ما هناك تلبي طلبك والله اني رجع طيب انهم مصدين كتطلبنا والله انه ما حق يا قم تقلع بس ناقصنا حنا جيجي جيجي يا جيجي لك اذا نعسين قوم نملك شوي يلا نام حبيبي نام يا اخي ميدي ليش كده تحسه فنطل واي واي لا تخرعني يا مسلم يا مسلم لا تخرعني يضل خرعني 15 ماكس
ما شاء الله يعني سعره 6000 ريال او 7. ايوه كل قول لك مش هاخذ. هذا الحمد لله ما يسوون عندنا في الاداره. لا بس خلاص روح الوكيل وبعدين اتفاهم. انا ادري انت تصير نور للطريق نور للطريق يلعب وقف. عطايا من الله خير. كم تقييمك للرفع؟ والله ما شاء الله. اوه جت مره ثانيه. لما تلعب بشتا بدنية حرفيا كذا كل رجل المكان. حسيت كذا انقهرب. المعلم وجاي يعلم على الدخيل وممنوع سبي يتكلم بحضرة المعلمين. هذا اخوي بس المشكلة انه اخوي باقي لها تحديث 2001 باقي قديم باقي ما نزل التحديث. لما تطلب مدرسك انه يساعدك بالاختبارات. استاذ شنو اسباب قيام الحرب العالمية الثانية؟ ها سؤال واضح. ما سبب قيام الحرب العالمية الثانية؟ مو بالثالثة، الثالثة اللي ما صارت. يلا حلو ما بقدر اوضح اكثر من كذي بعد. حرفيا يقهر تبي يعلمك بس لا ما يعلمك. ما سبب وطبعا يعطيك دبات خايسة بس انت لازم تضحك عشان بلكي ممكن اني اساعدك. احنا جانا ذاك اليوم مدرس يقول ليش ما تسوون فول تفتحون محل فول سوري. ايش دخلك انت؟ ايش دخلك يا رمى شلون صار؟ اذا كان عندك هالصفه ليش؟ شوف حتى رونالدو منصدم من مدرسنا الرياضيات. طال احنا ما يقيب مره هو استزل فيزياء. استزل فيزياء حرفيا ما قاب يا عيال الا لما توفى ابوه الله يرحمه. خاب يوم واحد ورجع يعني عزة ثلاثة يوم ولا يوم واحد. والأجواء جميلة ما شاء الله تبارك الله. تبون أسمعكم صوت سمك العربي؟ شو سبحان الله صوته كيف. اسمعوا علاوي حبيب قلبي أبو حسين أنا خادمكم. شو سبي شي يقول لك يعني شلونك تكوك بالغلط وانت شوف طيحت النظارة أحسن والله انت صرفك هذا غير ناس معلش تحملني والله من وجهة نظر متواضع معلش بعدين ترى يا عيال اشوف من تحت والله الناس ما كبيره والله بالله كلتي كله تراب يا سبيكة. ليش احنا جايبينك هنا داخل تحقيق الطقطق؟ ليش احنا جايبينك هنا يا سبيكة؟ ما ادري يا جحد عيني عينه وجايبينه بالجرم المشهود اللي قدامي نسلتوه حقيقي مسكيني عند بوفيه تقول لي طريق المسدود. والله اني ماني براعي الحركات ذي انا قاعد اكل وجاييني والله انا ضعفت نفس هذا ايش ما ترادت لي يا سبيكة تسمع يا زلابة يا سلتوه جريمة ثنتين وثلاث وأربع خلال الأسبوعين هذه يا مهان. أنت قاتل متسلسل. والله ما قتلت متسلسل يا أبوي العنم دخلت العين يا عيالي العنم جوك من آخر الليل نتعشى وجايبين العروس يا عيال كراسي عروس طاولة بيوت ايش أخواخري العنم جوك. استغفر الله هنا جبت العنم دخلت العين يا عيالي العنم جوك من آخر الليل نتعشى. والله انت وجع بشرنا بشيء وبش صار معك. طبعا دم مدلي اكثر ثنائي ابدعوا مع بعض راح يبدعون ان شاء الله. يقول لا ضاق صدرك قم شب التيس وذبح الحطب. الحطب الخيل من شبابها والنار من خيالها خيالها اربط الضيف وقهوه الفرس. لا وشوف يقول لك يا فرعون ايش تفرعون تقول لك ما لقيت احد يوقف شوف ذا يعزز له قطعه الكويتيه. ايه الرضي عنده شقه مسعود عندنا طيحه سحاب. احفظوني المغافر احفظها ويي كل يوم داش يوم مقتر على بالهم محقق خلاص. خلاص انت اقوى واحد في الطير يلا تركع الله ما بينكم لاني صدق راح احاولك النصار. عرم اللون احس اطلق شيء ان بالكويت ان كلكم يعرفون يذبون حتى الشرطي يذبون. شلون احنا بحرنا ليش لونه كنا شربة قرع بحرنا ليش هو ما كذي طالع يان طالع ما ترمل طالع كنا ضروس. ها بابا ها شنو مسوي هذا؟ انا على بالي بيروح فوق انت النفس صاروخ.
شوي بالله شوي راسك تقل حبة فلافل. وين هذول؟ شلون يعني؟ ليه متى بنقعد انت خازز؟ شنك طاوة؟ اش فيك مبقق عيونك؟ شلي طالعني شنك عتوي؟ عطت قطتين ورا يعني والله انا مبدعين مرة. يقول عطيت اختها الصغيرة بحلاوة تجيك حامضة، اذا انطيتها حلاوة حامضة لانه هي كانت تريد. اوكي دويت 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 شو شو انا عطيت اخواني عليه يكون بعد ما فرمت صح الكبدة فجأة تسمع صوتها مرضى غير المطار. يا ذيك المرة طلبنا مدري وشو وجابلنا فول جابلنا الكبدة. اخي الكبدة لحم ما نبيع. طلبنا مقلقل وجابلنا لحم قلقل لحم. يا له ريحة. خوي اكله كله ابن الذين ما شاء الله عليه ما قال شيء. كنا انا كل لحم كلب يا هل. طبعا انا مركز الاول بعد للي حرفي الباصة انها ما تنفك. لما كنت من جيزان يعني اكيد لك مكانه مكانه وخوه قوه هذه كثير مميزانه. يو نمشي بهوانا يو تنبسط معانا نحيي اي مكان بدون مشاكل نحييها برزانه. هذه جيزان يعني كيان وحب ومان حبهم للكوره شيء وراثي مخذينا زمان. اللهم لا سمعت اخي والله وجهي قهر اقسم بالله وجهي قهر استغفر الله اللهم لا سمعت. اليوم اكثر مين ضحكني اقسم بالله العظيم ان اكثر مين ضحكني. والى هنا كثرت الحلقه. لا تنسوا لايك واشتراك وسبتني وشتركوا في صندوق الصفحه بالي هيك كامل تابعوني على السناب بعد صلوا على النبي سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم.